السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا القناه ديالي. مرحبا بكم كاملين في الفيديو ديالنا ديال اليوم، فيديو جديد ان شاء الله. اليوم الخبر الجديد اللي غادي نفتتحوا به ان شاء الله هذا الاسبوع هذا، وبدايه اسبوع موفق ان شاء الله للجميع. كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يعطيه داكشي اللي كيتمناه في خاطره ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم ان شاء الله الخبر الجميل اللي صراحه والله العظيم الا فرحني بزاف، لانني كنقدر انني نكون عند حسن ظنكم بطبيعه الحال ونوصل لكم الخبر، وكنوفي بالوعد ديالي كما كنقول لكم دائما. كنحاول ما امكن يعني نجيب لكم الخبر من يعني شي حاجه اللي كاينه، ماشي غير هضره وصافي. فان شاء الله بلا ما نكثر عليكم الهضره، ان شاء الله يا ربي نهار الاربعاء، اليوم اثنين غدا ثلاث، ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله غادي يكون انطلاق بيع شقق الشطر التاسع والعاشر ان شاء الله في مشروع جوهرة البحر. الناس اللي كيسولوني، الناس اللي قلت لهم غادي نعلمكم ان شاء الله قبل، حيت بزاف الناس صراحه كيقولوا لي عافاك علمينا قبل باش يديروا بحساب داك النهار. كاين اللي غادي من شي بلاصه بعيده، كاين اللي غادي ياخذ مثلا عطله باش يجي. المهم كل واحد لا يحسن العوان، واحد كل واحد كيبغي يدير بحساب داك النهار، يعني باش يكون حتى هو من المحظوظين يحضر النهار الاول باش يشوف بطبيعه الحال. تكون عنده داك الفرصه باش انه يختار لي زابارتمون هما واجدين، يختار في الطابق اللي بغى. هكا كتكون يعني فرصه اكثر، ماشي بحال ملي كتدوز واحد شهر ولا 15 يوم راه ما كيبقاش داك الاختيار بزاف. المهم هذا هو الخبر ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. بالنسبه للمعلومات غادي ان شاء الله نحاول ما امكن ندير لكم شي فيديو، لانني صراحه اليوم ما درت لكم غير هذا الفيديو هذا بسرعه قبل ما ندخل الخدمه ان شاء الله، غير باش نعلمكم طبيعه الحال. وصافي ان شاء الله معلومات كاع معلومات كلشي غادي نقول لكم ان شاء الله في شي فيديو. والله العظيم لقيتوني هاد الايام غير مشطونه وخدمه وهذا. المهم صراحه لحد الان انا ما لقيتش الوقت باش ندير هاد الفيديو هادي، ولكن ان شاء الله كنوعدكم غادي ندير لكم شي فيديو مفصل اللي غادي نهضر لكم على الشطر التاسع والعاشر كاع المعلومات. ولكن المهم حاليا دابا اللي مهم هو الانطلاقه ديال هاد الشطر هذا، راه غتكون ان شاء الله نهار الاربعاء لو 15/12/2021، هذا هو الموعد ديال انطلاق بيع شقق الشطرين. دابا راه غادي يجمعوا جوج ديال الاشطر التاسع والعاشر، ماشي التاسع هو الاول وعاد عاوتاني الشطر العاشر، بجوجهم غادي يتباعوا ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله. فبالنسبه للتسباق بطبيعه الحال باش يكونوا الناس عارفين، التسباق راه بحال التسباق اللي كانوا خدامين به، يعني من الشطر السادس كانوا كيخدموا بهذا التسباق هذا اللي هو 10 مليون بالنسبه للسفلي، البروميير ايطاج ودوزيام ايطاج ب 15 مليون، والطبق الثالث غادي يكون ان شاء الله ب 12 مليون. هذا هو التسباق المعمول به ان شاء الله في هذه العمليه هذه ديال البيع ديال الشطرين التاسع والعاشر، يعني كإعادة. السفلي 10 مليون، بروميير ايطاج أو الطبق الأول والثاني 15 مليون، والطبق الثالث إن شاء الله غادي يكون ب 12 مليون إن شاء الله، حيت الشطر التاسع والعاشر فيه فقط ثلاثة ديال الطوابق. صافي هادشي اللي كان بالنسبة للإجراءات، ماشي الإجراءات وإنما الوثائق اللي مطلوبة بحال الوثائق اللي كنهضرو عليهم دائما. النسخة من البطاقة الوطنية يعني لاكارت ناسيونال ديال المستفيد، نسخة من عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين، وشهادة السكنة كذلك، وتسبيق بطبيعة الحال، يعني باش الواحد ملي يجي تعطاه ديك الفرصة ديال أنه يكون من الأوائل أولا من النهار الأول، فمن الأحسن يكون عارف هاد الوثائق هادو باش ملي يمشي ان شاء الله يمشي ناضي. صافي هادشي اللي كان مهم. حتى الا خصاتو شي حاجه راه ماشي مشكل، الا خصاتو شي حاجه من بعد يدوزها لمكتب البيع. هادشي اللي كان مهم، صباحكم مبروك، هذا هو الخبر الجميل اللي صراحه بغيت نقول لكم هاد الصباح هذا. وشكرا لكم بزاف والله العظيم الا كنشكر الناس قسما بالله، الا شكرا بزاف، شكرا ما كافياش بالنسبه للناس اللي كتواصلوا معايا، الناس اللي تنحس بهم صراحه عائلتي، الناس اللي كنحس بهم تيسولوا عليا، الناس اللي تنتواصل معاهم. يعني كاين واحد الفئه اللي كنتواصل معاهم والله العظيم بجديه كنهضر، واحد الناس اللي سبحان الله الحمد لله اللي لقاني ربي مع الناس زوينين، الناس محترمين كيحترموك كيقدروك تيقدروا المجهودات اللي كدير،
والله العظيم الا كان عندي الوقت الا كنت صراحه غادي نمشي معكم بعيد بزاف بزاف، ولكن كنحاول والله العظيم انت كتقاتل راه ربي اللي عالم المجهودات اللي كندير، ولكن الحمد لله يعني كاين واحد شنو نقولوا يعني كنحس بانني كنستافد من هاد المجهودات هادو. شنو كنستافد في نظركم؟ هو حب الناس، يعني هاد التواصل ديالي مع الناس وكنتعرف على الناس سواء والله العظيم داخل الوطن خارج الوطن، كنتعرف على الناس جداد، ناس كتواصل معهم، ناس اللي كيبارطاجيو معك ما عرفت كيفاش نشرح لكم والله العظيم الا واحد الاحاسيس في شكل. المهم لهلي حاشمنا، وشكرا لكم بزاف، شكرا على الثقه ديالكم في القناه ديالي وفيا، و سلام ليا وحق الله العظيم. المهم صباحكم مبروك، ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد اللي كنوعدكم ان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو هكا كنهضر لكم على الشطرين التاسع والعاشر. صراحه بالنسبه للناس اللي الناس اللي ما حالفهمش الحظ انهم يكونوا من المستفيدين وكانوا تيقول لي للاسف ما اكتشفناش المشروع في الاول، فهذه اخر فرصه لان الشطر التاسع والعاشر هما الشطرين الاخيرين في المشروع ديال جوهره البحر بقنادل، وكنتمنى ان شاء الله مشاريع جديده ان شاء الله مستقبلا. ولكن بالنسبه للناس اللي يعجبهم الموقع وعجبتهم جوهره البحر وعجبتهم بطبيعه الحال فكره كي كان بارطاجي مع الناس الاشغال المراحل وكل شيء، فهذه اخر فرصه شطر التاسع والشطر العاشر، لان شطر التاسع بعدا راه ديجا تكونوا شفتوا لي فصل ضرب شطر السادس والشطر السابع، ولكن شطر العاشر حله جديده واجهه جديده كونسيبسيون، المهم كاين شي حاجه كاين جديد بطبيعه الحال. المهم كلشي غادي نقول لكم ان شاء الله في شي فيديو مفصل اللي غادي نحاول ما امكن كل مره نحاول ما امكن نقربكم من الشطرين سواء التاسع ولا العاشر. وهادشي اللي كان، يلا تبارك الله عليكم، صباحكم مبروك، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وما تنساوش لي لايك ديالكم بطبيعه الحال، التعاليق الجميله اللي كتوصل بها اللي كتفرحني وكتشجعني وكتخليني دائما الى الامام ان شاء الله. يلا صباحكم مبروك واسبوع موفق للجميع ان شاء الله، كل واحد الله يسهل عليه، الله يسخر لكم كاملين ان شاء الله، وتبارك الله عليكم، تنسلم عليكم واحد بواحد والله العظيم واحد بواحد. غادي نبارطاجي معكم واحد لا فيديو تتمه ديال لا فيديو اللي صورتها سي اسبوع هادي مع الصديقه فدوى، اللي غادي نبارطاجي معكم باش مشينا لعند الاخ ديالها كنسلم عليه وكنسلم على فدوى. غادي نبارطاجي معكم هاد لا فيديو هادي باش تفرجوا فيها ان شاء الله. كيدير واحد الصناعه تقليديه، شي حوايج زوينين غتشوفوهم ان شاء الله، تكتشفوهم ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي. وهو راه جا غير حدا المشروع، يعني قريب ماشي بعيد في طريق قنيطره، ولكن عنده داكشي صراحه زوين، وهاد الصناعه دي اللي صراحه راه ما كيهتموش بها حتى كنشوفوها. والله العظيم انا شخصيا حتى كنشوف شي حاجه عند فدوى حتى كنقول لها جيبيها لي، كيعجبني داكشي صراحه. وصافي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، ووعدوني بالتعاليق وبلي بلي جيم بلي جيم. يلا سلامه. عندي الكره اللي بغيت نوريها لهم الصراحه. هاد البلاصه زوينه، ها طريق نيطرا. والله شفنا الرومبوان اللي كيكونوا فيه البوليس غير شويه، الرومبوان ديال ديناسيو ياك، كتخوتي غير شي شويه كترد البال لهاد البلايص هكا راجع على الطريق. شوفوا تبارك الله الشيء اللي كيحمقني، الشيء صراحه زوين والله. شوفوا الشيء كيعجبني، شوف شنو عندهم كاع داكشي اللي كيتصايب من البصاب من الدوم من هذا، كاين صراحة كاين ما يدار، كاين ما يدار فدوى. بحال اللي عطيتي، بحال هادو اللي جبتي ليا اخر مرة، هادو جوج زوينين، هادو عندهم الغلاقة، هادو كيعجبوني هادو، هادوك في الصيف وفي هادي راه جوج ملاصقين، إلا كانوا بزاف الناس كتلقيهم الا عندك وحدك، الا كان بلا مكان كديرو بحال هكا، بعد كاينين اللي سيقارين، كاينين اللي بجوج كاينين اللي سيقارين هكا. هذا زوين صراحة، حتى هادو تيعجبوني. شوفي هادو، ها
هذه هذه بحال اللي عندك درتي فيها الكتوبه ايطاجير تيتصبغوا ديك الساعه على حسب راه الروبي المهم هو كيصايب كاع الموديلات يعني لي لي وريتيه كيصايبو ماشي ضروري هذا الشيء اللي كاين اجي لهنا دعاء دعاء زوين ما شاء الله يلا 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 شوف الطريقه باش كيتصايب هذا يلا يا عمو يلا بحال دابا هادو كيشدوا لك الوقت ياسف ولا شويه بحال دابا كنضرب جوج في النهار جوج في النهار مزيانه يلا بسم الله هذا العود عود دفلة هذا كيقولوا ليه دفلة عود ديال الأثمنة السيد كاين شي أثمنة ولا كاينين قاصحين ولا شوية شوية على حساب دابا الكليان تنبيعوا ليهم بالثمن والناس ديال الجملة اللي كيشريو من عندنا البياسة وكيعاودوا يخدموها بحال دابا هادي كيشريوها من عندنا وكيعاودوا يصبغوها وكيديروا لها بحال مثلا صبيبطات يديروا لها شويه ديال البلاستيك الاكسسوار ديالها وكيزيدوا فيها الثمن وكيحطوها في المحل ديالها فوالا كيعاودوا فيها البيع انت كياخذ عندك غير بحال هكا واجده ولا جي عندي الكليان كنعطيها لي انا واجده بعد دابا مثلا هذا هو هذا تيزيدوا لها حتى هذيك الطابيه باش تجي مريحه دابا هذا لارتيزان هذا 200 درهم بحال هكا 200 درهم 200 درهم حيت كامل عود والكارانتي نقدر نعطيك 15 عام اش قلتي لي يا بالنسبه للكارانتي 20 عام 20 عام قال لكم بالنسبه للكارانتي 15 عام كيبقى طويل تكاي ومريح يعني ماشي لا لا والله الا ما طرحيش تقولي في الوزير حيت انا تنزلق وتنرجع الله كتزعبيني شنو غنطيح لك ما تصح لا راه مريح ما تصبروش تقلب ولا شي حاجه عليك كتقولي تكاي لا لا تصبروا والله الا تيبقاو افي حتى انت يطلعوا الفراس وتخرجيهم كتجيبي لي مرسوم يعني وكنخدموا لك من اي بلان شي اللي كدير معاك هذوك مع ديال الدوم هذا زوين السلام عليكم كدايرين دابا حيت ماشي انت اللي كتصوري دابا حيت ماشي انت اللي كتصوري بحال دابا عاد ديما حنا انا اللي كنصور حيت انا اللي كنهضر جاتني فشكل هادوك لي رونجمون اللي وراك لي بوكس عجبني انا غير هاد تجمع فيهم شوفي هادوك خدمه خودي طربوشك انا نديرو ليه انا نديرو ليه وفينا ما طربوشك صافي خليلات التصماطي ديالهم السميطات ديالهم بالجلد زوينه هذه عندي حال هذا وتيكونوا فين يا شي الخدمه اه وهذيك راه ما تهز لك والو حنا نضرا فيها الخير فيها الخير كثير ما تهزش لك خاصكي وحده نيت كبيره زوينه شي حاجه خفيفه عجبتني هذه بزاف هذه واعره هذه لا واش دابا هذه صاك ولا جوج اللي بغيتي البحر واقيلا السلعه كيبيع حتى هادو ديال هادو كتبيع حتى هادو ديال سميتو ديال الريكلام ديال السلعه اللي كيتسموا هادو ديال الريكلام كتسموا ديال الريكلام ديال الريكلام اللي كيديروا فيهم هذوك الحوايج الرقاق ديال الريكلام اييه وكاينين بعض المخبزات اللي تيكونوا تيبغيو واخا كيديروا فيهم الخبز نعم كاين اللي كيدير فيها الخبز كيدير ولكن هي مسلوه في الاصل باش على ود الريكلام كيدير فيها الصبابات كيدير فيها الحوايج الرقاق وهذه ديال الخبز هذه هذه ديال الخبز معروفه هذه معروفه ديال الخبز ديال الخبز والله الا شفتي لا صراحه زوينين هادو عجبوني هادو حتى هما دابا هادو شحال كتبيعهم يوسف هادو هادو نافوري نعم هادو 75 درهم 75 درهم لان بالعود والكارانتي كيف قلت لك من 20 عام للفوق اه وتبارك الله يعني هادو راه كيبقى توقف عليها زعما الا بغيتي تجبد شي حاجه توقف عليها صافي عندما دابا داك تحطي في الكوزينه طريحي عليهم مزيان
وكتصبغهم من بعد. لا باش تصبغهم كتصبغ. ولكن ديك هذا الشيء هانت بحال هكا. كاين كاش هذوك السبيبطات، السبيبطات على ود الماء على ود الكراد. هذه مزيانه، هذه الفكره اللي قلتي ديال الماء. اييه بحال دابا في الجوزيه من الناس اللي فوق كتحرك الكرسي حتى غيتكرر، غيتسمع الناس اللي تحت. اييه هكا. وحتى ولكن بالنسبه للماء احسن. وهذا ديال الخبز، هذا ديال الخبز. ديرتي تمام مزيان، ديرتي تمام مزيان، الناس يجيو عندك يزعموا. والله العظيم راه هادشي ما كيزعموش عليه الناس بزاف. لا تيزان دابا الناس كاملين رجعوا لهادشي. تينساو، انا براسي كننسى هادشي. حتى كنشوف مثلا عند فدوى ولا شي حاجه عاد كيعجبني الحال، عاد كنقول لها جيبي لي هادي وجيبي لي. يعني خصي يوصل للناس باش عندي باج في الانترنيت، فيسبوك، انستغرام. اه عندي. شنو داير فيها؟ شريف شريف اير اش اير اش. مزيان، الله يسخر لك اخويا. المهم هادشي صراحة زوين بزاف بزاف. هيا صوريه هنا. لا غنشوف. هيا صافي. الشريف للصناعة التقليدية، صانع تقليدي جميع فنون العود والحصى. صافي هانتوما كلشي كاين هنايا. اللي بغى شي حاجة يتواصل مع السي يوسف تبارك الله. هو العود تنجرو كنحيدو ليه الجلدة وكنخليوه يتشمس، ونوفي على خاطرنا هنايا. حيت إلا كان خضر كيتشق العود، تندقو فيه المسمار. المسمار هو هنا، يعني إذا كان العود باقي خضر يعني كيتشق. خاصو يكرم باش ينشف وما يتشق. يعني مثلا ملي كتكون الشتا وداك الشيء ما كتخدموش واقيلا بزاف. لا كنكون عندنا ستوك. كيكون ديجا ستوك اللي ديجا مشماش هكاك. بحال دابا هذا هو اللي شفت. الكريسي هذا ديال دعاء هذا. ديال خاص الوليدات الصغيورين. مزيان. يا تبارك الله، الله يسخر لك اخويا. شكرا. هاي 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 ها. وعاد نزيدو ليه ديك الطابيه ديالو فهمتي. لا ولكن في البيض نيت يا اوه البيضيقه. أيوة وهادو مليك. هادو اللي عجبونا، هادي اللي خصنا في الدار. يحيى هادي هادي سمعني سمعني يحيى. هادي هادي اللي خصنا في الدار. فدوى ما كاينينش بحال هادو قصار شي شويه هادو.